أهلا بكم من جديد. شهدت الحملة الدعائية الممهدة لاستحقاقات فاتح سبتمبر مشاركة واسعة، ولكن غياب البرامج الانتخابية فيها عن المشهد أعاده البعض إلى الاعتماد على وسائل أخرى تضمن الناخب أكثر من تلك البرامج. صور ترويجية وخيم كبيرة وعدد المرشحين أكبر، لكن يبدو الجو هنا شبه خالي من الجماهير خلو الحملة من البرامج الانتخابية، حيث اعتمد أغلب المرشحين على أساليب وطرق أخرى لكسب ود الناخب لم تكن الأساليب المتعارف عليها ديمقراطيا. نلاحظ في هذه الانتخابات غياب اللي قالوا البرامج واعتماد الضغط بالجهة والوظيفة من أجل إقحام المواطنين في المشاركة في هذه العملية. غياب البرامج الانتخابية في الحملة الدعائية ظاهرة غير صحية حسب المراقبين، لما لها من استخفاف بعقل الناخب واستحواذ على أبسط حقوقه، إلا أن الأخير لا يرى جدوائية ملحة لوجود تلك البرامج نظرا لماضيه المثقل بالوعود والبرامج الورقية. هاي برنامج انتخابي ما خلق منها ياسر، ما حسينا به ياسر، لكن اللي خلق منها قليل ما هو ياسر. والمشكلة حقيقة عن دائما قاعد الناس ياسر منها ما يعتبر برامج ما يعطيه أهمية يعني يقراها، اللي منها قادر على انه يقراها وشيء حقيقة ما ياسر من الناس يعتمد على قضية قرابة شخص بشخص فقط يصوت له وشيء يهمه، من مضمون تهمات برامج مقروءة والناس تقراها وتعرف برامج انتخابية عن كل شخص. برامج وإن وجد منها البعض لا تمثل ربع العدد المترشح، ما يعكس مشهدا متناقضا يجعل الناخب أمام واقع متباين الأبعاد، تختزله صورة مرشح يدعو للتصويت له وكأن الوجهة معرض أزياء أو حلبة مصارعة لا منصبا وأمانة وتكليف. محمد الشغدة، قناة الساحل.